السلام عليكم المتبعين الاوفياء الاعزاز ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم جات لكم دار همزه، دار زوينه تبارك الله، وجات على شاطئ سيدي رحال، والثمن جد مناسب. السيد تيطلب فيها 10 مليون، اللي بغاها مرحبا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. بالنسبه للثمن راه قابل للتفاوض. بالنسبه لهاد البارتما هادي على الدخله ديال الدار، تلقاو سيجور تبارك الله كبير، وكنلقاو انفاس مع صالون، وفيها بيت وكوزينه وحمام. اللي بغاها مرحبا. الكوزينه تبارك الله راه كبيره، يعني الدار فيها واحد البليسه. وبالنسبه للثمن راه جد مناسب، يعني 10 مليون قابله للتفاوض. المهم اللي بغاها مرحبا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. كما كتشوفوا معايا هذا هو السيجور تبارك الله، راه كبير، يعني راه فيه حتى هو كليسه قد البيت، وفيها صالون تبارك الله حتى هو كبير. المهم هذا الحمام اعزكم الله. وبالنسبه للمتراج راه فيها 40 متر. المهم اللي بغاها مرحبا يجي يشوفها. وبالنسبه للموقع جات في بلاصه زوينه، وموقع زوين وقريبه لجميع المواصلات. وبالنسبه للجديد راه دائما كاين الجديد. وبالنسبه لهاد لا فيديو هذا سمحوا لينا على التصوير، لان السيد ما حطاهاش حقها في التصوير، واللي عجباتو الدار وبغاها مرحبا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. واللي بغى بارتمات مرحبا يتواصل معنا، راه كاين عندنا بارتمات زوينين ديجا مشاركاهم معكم، وكاين بارتمات راه مازال ما نزلتهمش في القناه، غادي ننزلهم ان شاء الله. والناس اللي باغين يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا والف مرحبا. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، ما تنسونيش من الجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاحباب والاصدقاء ديالكم. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.